النادي الاهلي بيبان في المواقف دي يا كابتن ايمن، يعني عكس الانديه الثانيه. الانديه الثانيه في، مش عايز اتكلم على حد بعينه، لكن في انديه ثانيه بتبقى خسرانه 2-1 وما بتقدرش ان هي تقف على رجليها ثاني او تدخل ثاني في جو المباراه وتخسر. لكن النادي الاهلي معودنا دايما ان هو حتى لو خسران لحد اخر دقيقه، زي ما بنشوف النهارده وزي ما النادي الاهلي معودنا دايما، ان المباراه بتنتهي مع صفاره الحكم، وده اللي شفناه النهارده من اداء النادي الاهلي. اداء رجولي بصراحه، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره يعني.